السلام عليكم. حراج الأغنام في بريدة يوم الاثنين 18/12/1440 صباحا في مدينة الأنعام في بريدة. ٩٥٠ ما شاء الله، الله يطرح به البركة. هذا كم يا خال؟ ٤٦٠ سوم بالجملة. ها لا الخروف الحال ذاك، الحال دول الحال الخروف ذاك يصيرون الحال فحل فحل. ها الله يوفقك يرزقك. سوق الأغنام، حراج الأغنام في بريدة مدينة الأنعام يوم الاثنين 18/12/1440. بعد العيد طبعا، أسعار بعد العيد. ذولي؟ 750 أرخال ذولي. الله يوفقك الأمين، يرزقك ان شاء الله، يبارك بهن. هذا كم يا شيخ؟ 730. 730 ايوه 730. 610. 600. الرجال يقول زود 10. يقول 610. ايوه. يلا يا ولد. يعني كسبك 10 الرجال. الله يجيب رزق. ان شاء الله يجيب الله رزق. اللي عند الله كثير ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله يبارك. هذا كم على كم ذا؟ 1150. 1150. سوم هذا؟ أيوة. ولا بيع؟ لا شوف. كله خرفان ذي؟ واحد رخلة وأربع خروف. واحد رخلة وأربع خروف. ما شاء الله. الله يوفقك يا شيخ. 780 على 780. نعم ما شاء الله، الله يطرح بنا البركه يا شيخ، الله يرزقك الامين ان شاء الله، بيجيك الرزق ان شاء الله، اللي عند الله كثير. ما شاء الله ما شاء الله. ارجع شوي ارجع. ما شاء الله، سوق الأغنام في مدينة الأنعام في بريدة، حراج الصباح. السوق ما شاء الله يوجد فيه أغنام كثيرة ومتنوعة، الله يوفقهم ويرزقهم إن شاء الله ويبارك لهم. على 1190. هذا جملة ولا تفريدة؟ لا والله جملة. جملة ولا بعت يعني؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقك ان شاء الله، يطرح بنا البركه ان شاء الله. ما شاء الله السوق ان شاء الله، ما شاء الله عامر، الله يديمه من نعمه ان شاء الله. في مدينه الانعام في بريده، مدينه الانعام معروفه، مدينه متطوره، يوجد فيها اقسام كثيره من الحلال، اغنام، جمال، بقر، طيور، مصلة. في المدينة مكتملة ما شاء الله، وتحتوي على جميع ما يستهلكه المواطن. نقول الله يوفقهم إن شاء الله ويرزقهم ويبارك لهم. تم تغطية سوق الأغنام في بريدة يوم الاثنين 18/12/1440 على 1200. ها ما شاء الله ما شاء الله، الله يطرح بنا البركه يرزقكم وكل مسلم. شو رايك بالسوق اللي بعد العيد، زين ولا ضعيف؟ ما عليه كويس. ها ما عليه كويس بعد السوق، يعني في حركه ان شاء الله؟ في حركه. ها
اسعار احسن قبل العيد ولا بعد العيد؟ لا ما تغيرت الاسعار حال الحالي. نفس الاسعار ما تغيرت يعني. الله يرزقكم ويزيد ويبارك ان شاء الله. تستاهلون. اصحاب الماشي يتعبون. الله يعينهم الله يعينهم حقيقه. ويستاهلون الحقيقه الاسعار هذه او اعلى من هذه. كل واحد ياخذ رزقه ونصيبه. كل واحد ياخذ رزقه ونصيبه، نعم. نتمنى التوفيق للجميع.